وفلانية مسنكة عدسونكو، والأخرى بطبوفي راح أطق نيناتو وقضى أشكال من غير شكل. إيه عملت عينو هديك الجد شو يا؟ عم تجسسي علينا؟ إمتى بيفتح الباب وإمتى بيتسكر؟ والله يا خالتي أم رامي بالصدفة كنت أنا عم بشطف الدرج عيني، قمت قلت لأشطف الدرج الرخر، قاموا أكلوا نصيبهم، بدك يعني أوقف وبرج النصيب أنا؟ يعني قيسيها بالمنطق؟ حلو، هلا أنت صرتي تفهمي بالمنطق؟ يا سلام، شوفي رفقاتي بدك تستقبليهم إمتى ما بيزوروني وتحطيهم على راسك؟ إيه ها، ما لا يكونوا رفقات بالأول؟ شو قصدك؟ ليش شو العيب اللي طلعت منه؟ يا خالتي ام رامي انت يا عم تحطيني بخانة الياك هيك ها؟ هدلون معاكي بنيت وجه وجه. لكن معقولي اول ما يشوفوك ياخذوكي بالاحضان وشلونك ام رامي؟ واشتقنا لك يا ام رامي. وبالاخر تطلعي ما بتستاهلي اللي انت فيه؟ لا وتطلعي مثل المكنسي، لبس المكنسي بتصير ست النسي. خرسي وليه؟ يقطع لسانك. يقطع لسانهم هن ما انا هن اللي قالوا يا خالتي. الله راضيك شوفهم وقفني بالصدفه على راس الدرج لحتى اني اسمعهم كيف عم بيقلدوك وعم بيقولوا على السريع على السريع. اي والله ما بكون مكانهم لاقول كل ساعه على السريع، بس خلاص عقلك براسك بتعرفي خلاصك، ما عاد في حكاي ولا عاد في اخبار ولا عدت اقول لك اي شيء يعني بيصير معاي. الله لا يقدر يعني بالصدفه اسمع هيك ولا هيك، خلاص لا عاد في منامات ولا حكاي ولا رفقات ولا فناجين قهوي. وقفي لا تغسلي، طبي لي. حاضر. ابدا ما في منها، لا لحد هلا كله تمام، بس بيني وبينها لسانه بده قص شوي. ايه ايه خلاص ولا يهمك، استوعبت الموضوع. على راسي يا خانم، انت بعتي لي اياها وانا برسل لك اياها. ايه ايه حاضر حاضر، خلاص على راسي يا خانم، تامري امر. سلمينا على ابو رامي، مع السلامه. شو هاد يا؟ لك الواحد بيصير نمرود على رزقه، خير ان تعمل شر ان تلقى. اعطيه الورقة وهو بحط لك الاغراض بالسك مثل العادة. حاضر. ولا تنسي تمر إلى عند ابو قاسم لانه قال بده يشوفك. حاضر. وينك؟ إذا لازمك شيء لغرفتك جيبيه بطريقك من عند ابو احمد. حاضر. ورجعي بسرعة مثل الطير الطاير، بدنا نلحق الطبخة. حاضر. وبس ارجع بشوف لك فنجانك. ايه بخبي لك اياه بالخرستان. حاضر. ولا تحكي مع حدا. ولا تتأخري، وخصوصا ابو قاسم هلا تطقي حنك معه لانه البيوت اسرار. ويلي ايه اللي عم تقولي لي هالكلام يا خالتي ام رامي؟ الله من فوق امر بالستره والبيوت اسرار كيف لكان، بس رفقاتك هدلون بدهم راس صغير شكل. حاضر.